يعني كيدير لك بوزوك، كيدير لك كالامار، كيدير لك شويه ديال التونه، كيدير لك شويه ديال الكروفيت بوزرو. الحمد لله، الله يبارك فيك. ولا اله الا الله محمد رسول. دابا فين ما مشيت كتلقى الغلا، الدجاجه صعيبه غير عواني، ودير 30 درهم الدجاجه ديال البوله، ودير 30 درهم. دابا اللي بقى كيتكال في هذه اللحظه هذا هو السمك، ما فيه لا قوالب لا والو. السمك والو، والدجاج كابر والبوله مش كابر، وبنادم طيح فيه. السمك ربما تشوهنا شويه. ضروري الجوده راه بحقها، كله عنده الثمن ديالو. ودابا تقريبا دابا شويه لي زويتر دابا ديال الوالديه، القو هذا ديال الوالديه، والوالديه الله طلقوها دابا، راه كانت محبوسه عرفت، لقاو فيها شي حاجه مسمومه. ودابا دابا هذا باش طاحت الجوده، من ناحيه تلقاو شي حاجه لقاو اخو شي زريعه، حيت هي زريعه كتجي صغيره الور كيدخلوها تما للبحر باش كتبقى تكبر. دخلوا واحد الزريعه ماشي هي هذيك مسمومه، وسمات بنادم وجاو للجنه وداكشي تما في الوالديه، يعني راقبوا داكشي لقاوها شويه مسمومه، ودابا طلقوها الحمد لله. بالنسبه للاثمنه ديال اللي زويتها منين كتبداو، منين كتسير؟ نعم، بالنسبه للاثمنه ديال اللي زويتها منين كتبداو؟ الاثمنه راه باينه، ماشي اليوم الزبناء ولا الكليان غادي يجوا يعرفوا الثمن ديال اللي زويتر. اللي زويتر معروف 10 دراهم و 6000 ريال. 10 دراهم و 6000 ريال؟ 10 دراهم الوحده 6000 ريال. وعاد كاينه عاوتاني واحد الواليمه اخرى، عاوتاني كاين جديد. شنو هي الواليمه اخرى؟ الواليمه هي كاينه راني واحد الجبانيه تما. وليمه اخرى؟ وليمه يا سلام، فيها جميع انواع، ما نعاودش لك. كاين اللي زويتر، كاين سميتها صور، لا تبارك الله هي باقا حيه. شوف تبارك الله، كلامس هذا يعني كيدير لك بوزروك، كيدير لك كالامار، كيدير لك شويه ديال التونه، كيدير لك شويه ديال الكروفيت بوزروك، كيدير لك اللي زويتره، كيدير لك حبه من هنا جبانيه. وهذا هاد الانواع الحامض تبارك الله، واحد الجبانيه يعني كتقوم هي ماكسيموم دايره 40 درهم، وخويا كمال دير بروميسيون يعني باغي يدير كليان، وهذا دير لهم 30 درهم. 30 درهم، وإلا طلعتي للدار البيضاء الحي الحسني ديري لها 60 درهم. هادي 30 درهم، ولكن ما نعاودش لك، راه فيها جميع انواع الجوده يا سلام، راه فيها شي 3 بياس، راه شي 3 بياس ولا 4 بياس اللي فيها زائد الحامض. سمعتيني؟ وخويا كمال هو غادي عاوتاني يكمل لك البرنامج ديالو، حيت هو اللي يعني هو اللي مكلف بهاد الطابله تبارك الله، وراه احسن احسن ما كاين، وعندو النظام والنقاء، ولا ما كانش حاجه نقيه راه ما يحطهاش قدامه. يعني الجوده، الجوده وعزيز عليه الجوده، يعني بحال اللي كيقول الجوده. والسيد اللي كيجيب ليه لي زويتر ها هو الاخ هذا، هذا هو الاخ اللي كيجيب ليه الزويتر وكيجيب ليه الجوده تبارك الله. حتى من التفاح، شوف التفاح والليمون ها هو التفاح كيقرط فيه احسن واحد. شي انت يعني كنقول لك الجوده عنده، وكمال ها هو دابا كيوجد، دابا كمال كيوجد في ليزان ستريمو ديالو. ومن بعد راه غادي يكمل معاك البرنامج، وغادي تسمعيه مزيان، وراه عنده يا زعما عنده الجوده. الجودة كليتها ماشي مرة، ماشي جوج، ماشي ثلاثة. والله العظيم كيجيو الكليان هنا راه ليه نفاد، عندك السبت والحد ما تلقاش بلاصتك عندو. يا سلام، عندو كليان، ماشي عندو كليان. الطريقة اللي كنشوفو الأخ دايرها أول مرة كتبان لي أنا دايرها الطريقة. في المحمدية أول واحد اخترعها، مشى تا هو للدار البيضاء الحي الحسني دار، وشاف وهذا جا تا هو كون الفكره، كون الفكره ونجحت ليه، ودير واحد الثمن واحد البروميسيون يعني رمزيه. هما راه دايرين لي 50 درهم 60 درهم الجبانيه. والله العظيم هو مسكين داير ليه النص والنص 30 درهم، ولكن يا سلام راه لا كليتها 24/24 وسخونه، حوت سخون لا تبارك الله ما نعاودوش. دول البرد
عند كمال. يا سلام. يا دابا دابا راه حنا في شهر 9 كاينه المفيطه، راه الانسان الا جا عند كمال وضرب عنده جبيبينيه والله يا خويا سخون احسن من زيت العود والله العظيم. وهو كل لقى زيت العود حره غادي حتى هي يديرها، ولكن ما لاقيهاش حيت هذا العام كاين الجفاف شويه وهذا، ما كاين زيت العود قليل، كان يجيب الزيت العود حتى هو يدير ويضيفو. زائد الكراب، ملي كيكون الكراب هنايا راه كيسلق واحد جوج كرابات وكيضرب منه، راه كتعرفوا الكراب يا سلام كياكل على العشوب، هذيك الجبيبينيه كتطلق ديك الماء في العشوب كيضرب منها واحد الجواج كيكبوا تيا بالجبانيه، داك الشيء سخون وزوين. والمهم غنخليك مع خويا كمال. على المباشر ياك سي راشد صح صح. اذا اهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناه شرطه بقناه الشعفات البث المباشر، وكيف عودناكم اليوم معنا السي راشد. السي راشد كيف العاده لسق اخي راشد، كل ما كان كيلسق كل ما كان من البحر لعندك يا سبيسيال. اليوم جبتي الشطونه السي راشد، شطون هذا الدايش، هذا الرينكون الدايش، العرايش الحق طري وستيتو واعر شطون بالروح. هذا خشي طاجين بها هذا شي طاجين بو عنانية واش عيتي السي راشد؟ واللي بغى يخلعو قولي الكامبا اليوم هذا الرينكون. هذيك القهوة جيرا فينا كي عرفين. يخلعوا سلايم في المطعم الناس ياكلوها. اليوم الكامبا واعرة كتشعل. الكامبا زينة. الكامبا الرينكون. لحم. قول لي الصول تا هو موجود. الصول هذا وكاين هذا الصول تيكري. هذا البلاي كيكون وهذا واش كيعوم عي برا وهذا كيعوم من داخل ولا شنو؟ ولا هذا الحجار، هذا الحجار هذا كيكون مع الرملة كيعيش قريب. هذا لا هذا يعاود ها الكامبا عاود يبقى الكامبا. الكامبا اليوم هذا الرينكون المضيق، مي كنقولوا المضيق كنقولوا اللذه والطراوه، فرق كبير ما بين الحوت بالرينكون والحوت اخر. وكاين النخار ها هو، الناس اللي كتبغي النخار ها هو موجود 80 درهم. عاود الناس اللي كتبغي يعني بلاطو في الفران
الحوت ديالو كاين كاين الكرامه لولا الحبر هذا ستيتو مديد هذايا واللحم ديالو اللحم ديالو فتيه 80 درهم وكاين هذا الموضوع والرباطيه هو اليوم عنده بونيتو الشراء العاود والشطون هاو الشطون اليوم رقيق واحد الناس الطبيعه الناس اللي كيعجبهم يشويو على الفحم ها بونيتو الشطون هاو اللي بغى شي طاجين الشراء كذلك المهم الخير موجود اليوم الخير موجود اليوم في السوق المركزي يا كسيش يا كسي راشد الجامبا درينكون هي فينيا اللي بغى يكون يكون من البحر اللي عندك يا اخي يا حمرة من برا ولكن من داخل اللحم ديالها صافيه في حد دابا سي راشد والناس وحشوك اخي ابا نقول لهم الاثمنه الشطون الشطون شحال سي راشد 30 درهم 30 درهم الصول كاين هذا وكاين هذا هذا التيغري وهذا الصول عادي الثمن ديالو 120 درهم بالنسبه للجامبا هذا المذيق درينكون الثمن ديالها 80 درهم جامبا طريه وملحمه واللحم ديالها بايطه هاي هي مقشره بايطه صافيه في حدها عند السي راشد طبيعه الحال النخر 80 درهم اللي بغى شي بلاطو في الفران 60 درهم عفوا اللي بغى شي بلاطو ها هو 60 درهم عندنا نجريو على الكليان السيفيد الكراميل 80 درهم وهذا اي 50 درهم الشطور موجود كل شيء موجود كل شيء موجود بخير موجود السي رشيد كنشكر هو اخي تحياتي شنو اللي غالي الحولي هو اللي غالي المهم خير موجود اليوم والأثمنة احنا شاركناها معكم الشيراشي تحياتي يا أخي.